فمحمد صلاح بقى ده محمد صلاح، وبالمناسبه ده واحد من يعني ما ينفعش محمد صلاح عشان وحش نتكلم عنه وحش، ما ينفعش ان هو عشان جاب جون نتكلم عنه ان هو كويس، لا محمد صلاح بالنسبه لنا النهارده لو تشوفوا الناس قاعده مستنيه على راي الاصدقاء كلهم قالوا لي ايه؟ بصوا الناس بتعمل ايه في صلاح؟ امسكوا الحصان يا جماعه، برناردو سيلفا ده واحد من اهم اللاعبين في العالم واللي جوارديولا بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا. النهارده المصريين بالمناسبه الكوميكس من بعد الكره دي، ومحمد صلاح راح له وحط ايده ورا ظهره كده وقعد يتكلم معاه وقال له بقول لك ايه، يعني كانوا شادين مع بعض شد خفيف كده، فمن بعد الكره دي المصريين كلهم قلبوا على برناردو سيلفا خلاص، مع انهم كانوا بيحبوه جدا. وطبعا هالاند يعني هالاند من النرويج، ولكن احنا ابننا من نجريج، فنجريج تفوقت على النرويج النهارده. فالحقيقه محمد صلاح نجم كبير، واللي تشوف عامل حاله من السعاده للجمهور المصري. الناس النهارده قاعدين بيتفرجوا على المباراه كانك بتتفرج على منتخب مصر، كانك بتتفرج على النادي الاهلي. والله الناس كلها قاعده مستنيه محمد صلاح، تشوف محمد صلاح الكره النونيز ده راح من ناحيه الشمال لو عملها لمحمد صلاح كده وكان جاب الجون الثاني. ساعه لما محمد صلاح طلع من المباراه الموضوع اختلف تماما، تحس ان التلفزيونات كلها اتقفلت خلاص، مش فارقه اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، ومع ذلك محمد صلاح يظل واحد النجم الاكبر والاهم في تاريخ كره القدم المصريه. ومحمد صلاح 121 هدف في البريمير ليج مع ليفربول، وعدى جيرارد النهارده الحقيقه، و باقي له 8 اهداف اهو زي ما حضراتكم شايفين. محمد صلاح 121 هدف، ستيفن جيرارد 120 هدف، وبالتالي روبي فاولر هو الاول 128 هدف، ثم محمد صلاح 121 هدف. ان شاء الله 8 اهداف ومحمد صلاح يكون هداف البريمير ليج مع ليفربول، هدف تاريخي طبعا لليفربول في البريمير ليج، حاجه مهمه جدا وحاجه كبيره جدا. على الجانب الاخر وفي تركيا، تريزيجيه متألق بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، للمباراة الثانية على التوالي بيحرز هدف. المرة اللي فاتت أو الهدف اللي فات جاء في موناكو وراح من ناحية الشمال كده وعملها ار 7 اللي بيلعب بلاي ستيشن، عارف ار 7 بيلم بيحط ايد على شمال الحارس المرمى في المباراة السابقة أمام موناكو، النهاردة بيحط الهدف الثاني لترابزون سبورت التركي أمام بيشكتاش، ومباراة قمة ومنافسة شرسة. بسم الله ما شاء الله، تريزيجيه برضو من اللعيبة اللي رفع راسنا الحقيقة في تركيا، وسيظل دائما من المصريين اللي دائما كلنا بنتابعهم، كلنا بنتابع. حجازي النهاردة هدف الفوز في على الاتحاد جدة على الوحدة في 1-0 في الدقيقة 80. أيضا مصطفى محمد النهاردة بعد احتفاله بفوزه بأفضل لاعب في الشهر مع ناديه الفرنسي، مصطفى محمد النهاردة بيحرز هدف وعامل برضو أداء رائع. هي أربعة من لاعبتنا المحترفين بيؤدوا بشكل رائع، محمد صلاح وتريزيجيه وأحمد حجازي ومصطفى محمد. امبارح أيضا عمر مرموش أحرز هدف مع فولفسبورج امبارح، هدف رائع جدا. أحمد حسن كوكا في اليوم اللي قبله، الحقيقة أداء رائع وتألق لكل المحترفين المصريين خلال هذه الفترة، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ويفضلوا ماشيين بهذا الشكل، لأنه في النهاية الناس كلها النهاردة بتتكلم عن محمد صلاح في إنجلترا وفي العالم كله. الناس النهاردة بتتكلم في تركيا عن تريزيجيه واللي بيعمله تريزيجيه والصفقة المهمة اللي جابها نادي ترابزون سبورت التركي، صفقة من أهم الصفقات اللي جابها خلال الفترات الأخيرة بعد التألق الواضح والملموس لمحمود تريزيجيه. أيضا مصطفى محمد مع نانت، أيضا أحمد حسن كوكا مع فريقه، بقية ومرموش ألانيا سبورت التركي، وأيضا مرموش، كل اللاعبين اللي الحمد لله عاملين أداء وشكل رائع.